السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد اليوم أعزائي المشاهدين، سنتعرف على كيفية عمل شعار ببرنامج فوتوشوب CS6. أولا نقوم بالضغط على فايل ونيو، نقوم باختيار هذه المقاسات ونخلي الصفحة شفافة من هنا، نختار الأيقونة الأخيرة ونضغط أوكي. الآن نقوم بعمل دائرة من هنا، نختار الدائرة من هنا بهذا الشكل ونقوم بالضغط في أي مكان ونضغط كنترول ونطول الضغط على كنترول ونرسم الدائرة. الآن نقوم بتلوين الدائرة من هنا، نقوم باختيار اللون الأسود ونضغط هنا. الآن لوننا الدائرة، نقوم باختيار الدائرة من جديد ونضغط بزر الفأرة الأيمن ونختار الاختيار الأول. الآن أصبحت غير محددة، نقوم باختيار أداة التحريك لتحريكها إلى الوسط، والآن نقوم بسحب هذا اللير، اضغط عليها واسحبها إلى هذه الأيقونة. انظر، صارت لدينا لير 1 ولير 1 كوبي. الآن سنقوم بإخفاء اللير 1 كوبي ونضغط على اللير 1 دبل كليك ونقوم باختيار هذه الأيقونة أو هذه الأداة، نقوم بجعلها إلى نقوم بتحريكها إلى الأخير 1000 ونقوم بتكبير الظل من هنا، خلي 24 أو 23 بهذا المقياس، وهذا اتركه 0 أو إذا تشتي 2 قليلا، ونضغط أوكي. الآن سنقوم بإظهار اللير الكوبي ونقوم بالضغط على كنترول تي. الآن نقوم بتصغير الدائرة بهذا الشكل. اولا اعزائي المشاهدين، اولا نتأكد ان التأشير هنا بهذا الشكل في اللير 1 كوبي، ثم نقوم بالضغط على كنترول تي، نقوم بتصغيرها ليس بهذا الحد، يعني بالظل حتى ينتهي تحديد الظل. بهذا الشكل أعزائي المشاهدين، ونقوم بالضغط على انتر. الآن نقوم بالضغط على لير 1 كوبي دبل كليك ونختار هذه الأداة لتغيير ونضغط اوكي. الآن نقوم بتغيير حجمها حتى يكون مستوي، نضغط على كنترول تي
ونقوم بتعديلها. بهذا الشكل. الآن نرجع للليير الكوبي، نضغط دبل كليك ونضغط على الأيقونة الأولى، نختار هذا نخليه 500 يعني. ونقوم من هنا باتركوا هذا 0 أو 6 أو 7 بهذا الشكل. والآن نقوم بالضغط على هذه الأداة، نقوم بتغيير التحديد من هنا إلى هنا، ونضغط هنا بضغطة واحدة. نقوم الآن بالضغط هنا دبل كليك، ونقوم باختيار غير اللون الأصفر اللي هو الأبيض، ونضغط أوكي. وهنا نضغط دبل كليك ونختار اللون الأبيض الغامق، ونضغط أوكي. الآن نرجع إلى هذه الأيقونة، نضغط هنا ضغطة واحدة، ونقوم باختيار اللون، تختاروا اللون الذي تريدونه، ونضغط هنا أيضا دبل كليك، ونختار هنا الأزرق الغامق، نضغط على أوكي. ومن ثم نضغط على أوكي من هنا، ونخلي خلاص هذا خليه مثل ما هو، ونخلي هذا 100 و101. والآن نضغط إلى هذه الأداة، إذا تريدونها اضغطوها، أنا ما أريدها. نقوم باختيار هذه الأداة ونضغط نخليه نورمال، ونضغط هنا ونغير اللون، نخليه أحمر، ونضغط أوكي. وهذا نخليه شوي مثلا 30 35، او اذا ما تشتو خلوه 0. وهذا نخليه 30، وهذا نخليه كثير شوي، يعني يكون مثل الشكل المدرج هكذا. ونقوم بالضغط على هذه الأداة، ونقوم بتغييرها إلى هذا الحد، إذا تريدونها طبعا. خلاص الآن نقوم بالضغط على أوكي. والآن سنقوم بتغيير إطار الشعار اللي هو هذا. نرجع لللير ونضغط عليه دبل كليك، نجي لهذا الاختيار ونخليه أبيض، بعد هذه الخطوة نقوم باختيار هذا الخيار، ونضغط هنا
ومن ثم نضغط على هذه الأيقونة. الآن نقوم باختيار الألوان التي نريدها، نخلي أول لون هو الأبيض، أول أقصد الأسود عفوا، والثاني نخلي اللون الذي نريده مثلا الأبيض الغامق أو الرمادي شوي، ونضغط أوكي ونضغط على أوكي من هنا. والآن نقوم باختيار هذا الخيار ونقوم بالضغط هنا، والآن نضغط دبل كليك على هذه النافذة ونخليه أبيض أوكي، وأيضا هنا خليه أبيض غامق. ونضغط على اوكي، فيكم تغيروا الحجم من هنا او الالوان من هنا، افضل ابقائها 90. ونضغط على هذه الايقونة، نغيرها من الاسود الى الابيض اوكي، نخليها نورمال، ونقوم بالضغط على هذه الأيقونة أيضا، نقوم باختيار هذا الخيار ونضغط في هذه الأيقونة ضغطة واحدة. الآن نقوم بضغط هنا دبل كليك، نغيرها من اللون الأصفر إلى يعني الأسود شوي، ومن هنا نخليها أبيض ونضغط على أوكي. وبعد هذه الخطوة نخليه من هون نورمال ونخليه هذا 100، وهذا نخليه يعني 60، وهذا اذا تشتوا تعملوا هذا انتوا على كله على ما يناسبكم. خلوا في الصفر ونضغط على اوكي. الآن أعزائي المشاهدين سنقوم بإضافة الكتابة، نقوم بالضغط على أداة الكتابة ونضغط هنا ضغطة واحدة، نخلي الكتابة كبيرة لأنه التصميم كبير مثلا 300. نقوم بكتابة أي شيء نريده، مثلا أنا سأكتب بي، أعزائي المشاهدين أريد أن أنوه إلى شيء مهم، وهو عندما نقوم بإضافة الكتابة نقوم باختيار اللير الكوبي عشان نخليه في الإطار الأحمر، ونضغط ضغطة واحدة نختار نكتب الشيء الذي نريده، مثلا أنا سأكتب هذين الحرفين، ونقوم بتكبير الكتابة، ايضا نقوم بتغيير الخط الى الخط الذي نريده،
الآن نقوم باختيار أداة التحريك، بس بهذا الخط أعتقد كبر شوي، نعمل له إلغاء يس، ونضغط على عدد الكتابة مرة ثانية ونختار هون مثلا نخليه 300، نقوم بكتابتها مرة أخرى. الآن نقوم باختيار أداة التحريك، خلوها مثلا من هون عادي إذا خرجت عن النطاق الأحمر، لأنه التصميم أحسن راح يكون بعد عمل خطوة. الآن نقوم بالضغط على كترول ونضغط ضغطة واحدة على اللير الكوبي، ثم نقوم بالضغط على كنترول شيفت اي، شوف انعكس التحديد على الدائرة. نقوم الآن باختيار المساحة مثلا، ونقوم بمسح هذا الزائد الآن نقوم بالضغط بزر الفأرة أيمن وإلغاء التحديد. هذا هو الشعار أعزائي المشاهدين، والآن نقوم بحفظه من هنا من فايل، ونقوم بحفظ سيف أس. من هنا نختار مثلا أي اسم مثلا واحد، ونقوم بالضغط على نحن بدنا اثنين، إذا تشتري الشعار بس خلوه الصيغة مثل خلو الصيغة هذه اللي هي GBEG، بس نحن نريد صيغتين سنستخدمه بعد قليل. نقوم بالضغط على أول صيغة ونختار المكان اللي نريده ونعمل سيف، نضغط على أوكي. الآن اللي يريدوا بس الشعار نضغط فايل وسيف أس، ونختار هذا الخيار ونقوم بالضغط على سيف، ونختار سيف أو أوكي. هذا هو الشعار أعزائي المشاهدين. الآن سنقوم باختيار أو عمل سنقوم بإغلاق هذا هذه الصفحة، ومن ثم نقوم باختيار فايل ونيو، نقوم باختيار مثلا 1924 هنا وهنا 180، ثم نقوم بالضغط على اوكي. تكون الشاشة كبيرة وأيضا شفافة. الآن نقوم باختيار أداة التحديد مربع، ونقوم بتحديد هذا كله، تقوم بتحديد الصفحة بأكملها. والآن نقوم بتلوينها إلى اللون الأسود، ونضغط على الصفحة ضغطة واحدة للتلوين. الآن نرجع للأداة اللي عملنا فيها المربع، ونضغط عليها بزر الفأرة الأيمن، ونضغط الاختيار الأول لإلغاء التحديد. الآن أعزائي المشاهدين سوف نقوم باختيار هذه الأداة، ونقوم بتكبيرها من هنا. نختار يعني إذا كانت هذه، نحن ما نريد هذه، إحنا نشتيها تكون هيك شفافة. نختار هذه الأداة ونقوم من هنا بتكبيرها، مثلا خليها 900،
ونضغط هنا نكبرها شوي او نخليها صفر. الان اعزائي المشاهدين سوف نقوم بتغيير اللون، مثلا اللون هنا هو الابيض والاحمر والاسود، وهنا نقوم باختيار لون يكون مثلا ناري، مثلا هذا اللون. الآن نقوم بضغط ضغطة سريعة على الصفحة، يعني تكون بهذا في هذه المنطقة تكون الأداة، ونقوم بالضغط عليها ضغطة سريعة يعني بهذا الشكل، ومن هنا أيضا نفس الخطوة، وأيضا هنا وهنا. الآن نقوم أعزائي المشاهدين بإدراج الصورة التي حفظناها بصيغة الفوتوشوب، ونقوم بإدراجها هنا. نقوم بتكبير الصورة. والآن أعزائي المشاهدين نقوم بتحريك، نقوم بالضغط على انتر، والآن نقوم بتحريك الشعار إلى المكان الذي نريده. الآن أعزائي المشاهدين إذا نشتي تكون هيك بس، نحفظها بنفس الطريقة ونغير هذا ل JPEG. والآن سوف نقوم بإدراج كتابة، نضغط على أداة الكتابة ونعمل مثلا رابط. أعزائي المشاهدين سوف نقوم بإدراج كتابة، نقوم باختيار أداة الكتابة ونقوم بتحديد المكان، ونختار الخط ونكتب مثلا رابط الموقع الخاص بك www.bestfall2.com. نقوم بتغيير الخط، والآن نقوم باختيار المكان. هذا هو درسنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين. الآن سوف نقوم بحفظ الصورة Save As، ونختار هذه الصيغة ونضغط على Save. أوكي. والآن أعزائي المشاهدين هذه هي الصورة وهذا هو الشعر، هذه هي الصورة وهذا هو الشعار. أي استفسار أعزائي المشاهدين تابعونا على رابطي في الفيسبوك أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.